حقق بيير جعجع وهو راقص لبناني أصم من ولادته حلمه الكبير بالوقوف منفرد أمام جمهور كبير ببيروت، وقدم عرض راقص منفرد من فكرته وتصميمه، مزج بين الرقص المعاصر ولغة الإشارة بمشاركة موسيقية حية. موضوع مطلطوك مش هي اللي خلوم مزبوط، هيدا شو قصة مزبوط، أنا اللي السم في كتير لبنان مختلفين للسم معاكي بيسمع في كتير، هيدا مزبوط قصة اللي خلوم حتى للسم على ما بيسمع عنده قوي بكمل على حب القصة بعد هيدا حب القصة. وبنهاية العرض صفق الجمهور وقوفا لقدرة الراقص على اختراق عالم الصامت، واستخدم بيير جعجع الخطاب الإيمائي لشكر الكبار والصغار على دعمهم له وتفاعلهم مع تجربته الفريق.